ومنذ الأسبوع التاسع ما كان في تعادل بدون أهداف، وآخر تعادل ما بين الاتفاق والنصر الأسبوع التاسع. مهند الفارسي سيشترك بالدقيقة 91، يعني ماذا سيفعل رأس الحربة مهند الفارسي بالدقائق أمام ياسر فهمي؟ 3 دقائق وقت بديل ممكن في الحقيقة. ياسر شاهد أهداف. أعزائي المتابعين، نأمل أن تكونوا قد شاهدتوا واستفدتوا من هذا اللقاء على أمل